يا صباح الخير على وي، اول مساء الخير على حسب تشوف الفيلم الجامد ده. طبعا النهارده على وي زي ما انتم شايفين الجد الشلبي موجود وحركات وزعبله كمان موجودين. بس قبل ما نبدا كده صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي لسه ما صلاش على وي لازم تصلوا عشان الصلاه اهم حاجه في الدنيا طبعا واهم من اي فيديو، ولازم اعدي على حركات الفرخه وكمان زعبله المزعبل. وده زعبله يلا بوش بقى ده بشكل خداع. وات خناقه؟ او ماي جاد في خناقه؟ طب هل انا لسه فاتح دلوقتي لازم اغسل وشي الاول على وشي بكره اتضرب في وشي كده وانا مش غاسل وشي في الخناقه؟ ايه ده بس ثانيه، خناقه مع مين؟ حركات، انت متاكد حركات؟ احنا ممكن نتضرب ونتحول. وات 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 نتضرب ونتحول؟ انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. انت واد فرخه، خناقه مع مين يا واد؟ ايه ده يا واد اللي بتكلم ده؟ ايه ده؟ امالي سلم نفسك. سلم نفسي؟ انت مجنون يا واد انت. خناقات مع ايه اللي انت بتقول عليها دي؟ انت بتتخانق يا حركات؟ لا يا واد ابو علي، في بوش حيامي بوش بقى بيسرق شبابك. حرامي بيسرق شلابوك؟ وات او زعبولة، وانت شفت الحرامي ده؟ ابو علي حرامي، بص ابو علي كبير كده وشكله بص مجرم اصلا، ده شكله مش زي البشر خالص. قولي مولي انتوا ليه بتخوفوني؟ يعني احضر السلاح بتاعي واجي معاكو؟ تمام تمام. اقول لك بص تعالى يايا، انا اللي اكون متشدي، انا كاي قاد حبيه يلا بشاع. او ماي جاد قاد الحرامية، انا خايف يكون الحرامي اللي انت شفته ده زعبولة، يكون حركات اصلا ولابس قناع وهو الحرامي. لا ابو علي ايه ده، ممكن يكون فعلا حركات، حركات حرامي اصلا، بس ده اصلا مش بشر ابو علي. طب طب زعبول بزعبل، استنى استنى واد زعبول، استنى استنى ابو علي فين؟ تعالى بص لازم نعمل خط خط خط. انت واد زعبول تعالى، عاوز ابو علي لازم نعمل الخطه رقم 999 يا ابني. ايه ابو علي الخطه رقم 999 دي؟ يعني انا اللي بص تاخد تعليماتي. يا زعبولة بزعبلة نوب. اوكي علوي خلينا ندخل كده بسرعة، حرامي جاي يسرق بيت الجد الشلبي، انا أول مرة أعرف إن الجد الشلبي بيته بتسرق. فين يا ابن الحرامي ده؟ أنا أبو علي، مين اللي جاب الحمام ده أول؟ حمام؟ حمام إيه اللي أنتوا بتقولوا عليه؟ يا ابني أنا مش فاهم حاجة. أبو علي يا زكي أنت بص في الجنينة. بص في الجنينة، جنينة الجد الشلبي إن شاء الله والحمام. وات؟ إيه ده؟ حمام بتاع بيته اللي جابه في الجنينة؟ أبو علي هو ده الحرامي اللي بنقول لك عليه، عشان كده بقى احنا لازم نمسكه. ودي حركات، ومين ده حركات؟ أنا أبو علي شايف بوش شايفك كمان يا حمام، يا حمام بقى بوش نزل في الجنينه تحت بقى. الحمام نزل في، طب لما الحمام نزل في الجنينه فين الجد شلبي؟ مش عارف، ممكن يكون جوه الحمام. يكون جوه الحمام؟ انت فرخه وغبي على فكره. انا لازم اقبض عليه حالا. سلم نفسك يا حمام. سلم نفسك يا حمام، اول مره اشوف حد بيقبض على الحمام. سلم نفسك حالا. ايه ده في ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ده؟ هو ده مش صوت الجد شلبي؟ هو اللي فعلا ده صوت شلبوكا. صوت شلبوكا؟ طب وصوت الجد شلبي اللي جابه من البتاع ده؟ يا ابني انا قلت لك بقى ممكن يكون مش محبوس في حمام. محبوس في الحمام؟ هو ده زعبولة، انت فاهم حاجه؟ الله تعالى انا مش فاهم اي حاجه، الحمام المعفن ده بقى ازاي الجد شلبي محبوس فيه؟ انا مش عارف وما عنديش اي خلفيه بصراحه. هو جدو شلبي انت سامعنا يا جدو؟ ايوه انا يا ابني سامعكم. اوه ده سامع ثانيه. الو جدو شلبي؟ ايوه انا سامعكم. اوه هو انت جدو شلبي؟ ايوه بالظبط، هذا راس التواليت. راس التواليت؟ الحق يا حركات، شفت جد الشلبي بقى راس التواليت. انا حبيك شبكه ما ياش بقلت داوت ازاي يا ابن اسمه راس التواليت مش البقلت، يعني البقلت ده حاجه والتواليت حاجه. طب ازاي ما شبكه تحول لراس البقلت بقى؟ هيحولوا شبكه ازاي؟ بس هو ده غبي انت جد الشلبي، هو انت اتحولت ازاي لراس التواليت الغريبه دي؟ يا اولاد انا فاهمكم كل حاجه، في طبعا شخصيات كتير لراس التواليت، بس الاول لازم تعرفوا مكان الزعيم فين. الزعيم بتاع راس التواليت لو قدرتوا تعرفوا مكانه هتتحولوا فورا لراس التواليت. اوه زعيم راس التواليت؟ حركات وانت تعرف مكان الزعيم بتاع راس التواليت ده؟ ولا مش عارف حتى مش مين بقى الزعيم ياسر بقلت دوت. يا ابن اسمه التواليت ده انت غبي. تعالى هنا تعالى كده. جدو شلبي الو الو الحال وي. جدو شلبي بص بتحول لراس التواليت فعلا الحقيقي. وات ازاي جدو شلبي؟ زي ما قلت لكم عشان تتحولوا لراس التواليت لازم تلاقوا مكان الزعيم. اوكي اوكي انا جاهز ان انا الاقي مكان الزعيم. فرخه وانا بدي مش معايا سلاح ولازم امسك اللي هو مش ياسر بقلت بقى دوت واكسر راسه. ايوه لازم تمسك راس البقلت. وانت زعبولة؟ انا جاهز يا ابو علي، بس فين يا ترى راس التواليت الزعيم؟ اوكي اوكي جد شلبي هو فين راس التواليت الزعيم عشان نقدر نمسكه؟ انا اقول لكم على كل حاجه، بس الاول لازم تعرفوا كويس ان المكان اللي انتوا هتروحوه خطير جدا. اوكي يا جد شلبي واحنا جاهزين، ابو علي وكمان ابن خالته حركات الفرخه شحليه وكمان غياب. ايوه ده فرخه وسحليه وغراب صح صح، وكمان زعبوله البزعبل. طب زعبوله البزعبل. اوكي على الواد دلوقتي لازم نعرف جد شلبي بيتكلم عن ايه. جد شلبي احنا جاهزين. اوه ماي جاد على الواد وجينا فين؟ ايه ده حركات؟ وانا معلي
شبك اهو. ايه ده جد شلبي اهو يا اولاد، هي دي اللعبه اللي بقول لكم عليها. لو قدرتوا تلاقوا زعيم راس التواليت هتتحولوا حالا. اوكي اوكي الحوا على الوي. جدو جدو ضيفني، جد شلبي ضيفني. كله بيكلمك يا جدو. ايوه ايوه ازيكم يا اولاد عاملين ايه؟ يلا على الوي انزلوا بقى للجد شلبي في الكومنتات قولوا له الحمد لله يا جدو انت عامل ايه. بصوا كله بيقول له ايه، جدو احبك، جد شلبي ضيفني بليز، جد شلبي ضيفهم. طب طب احاول والله. دلوقتي انا عرفتكم مكان التحدي، لازم تجمعوا الراس بتاعه التواليت الزعيم. هستناكم في بروك هيفن. ماشي يا ابو علي. طب طب يا جد شلبي يلا مع السلامه، اشوفكم بعدين. مع السلامه. أوه. مشي. او ماي جاد فصل. اوكي يا علويه زي ما انتم شفتوا الجد شلبي كان موجود. يلا يا علويه بقى احنا نجمع مكان راس التواليت. تعالوا انا كتبت لهم تعالوا طبعا. ليتس جو. تعالوا تعالوا يا علويه هنخرج من هنا. وات 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 الحقوا في راس التواليت. او ماي جاد ايه ده، راس التواليت على شكل تعبان. وات ثانيه ايه ده علويه، ده المكان بتاعها. اوكي تعالوا تعالوا يا اصحابي ليتس جو، هنيجي من هنا كده. كاتب لي احبك وانا كمان بحبك والله وانا بحبكم. اوكي علويه تعالوا بقى بسرعه ليتس جو ورايا. او ماي جاد الحوا تموت وتموت. ايه ده، ده واد انت خضتني يا نوب. مين ده؟ علي انا ده مش انا. او ماي جاد زعبوله تحول لراس التواليت مش انا في ثانيه. هو ده او سانتا. او ماي جاد مش عارف ولا ايه. اسمي محمد. ماشي يا محمد. اوكي خلينا دلوقتي يا علويه نشوف المكان. اوه تعالوا هنا، تعالوا ورايا تعالوا ورايا. خلينا ندخل هنا كده على الهواء. اوكي فتحت ليتس جو. اشمعنى الحمام ده لونه اصفر؟ اوكي ايه ده، وات وات لقيته 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 لقيت هنا راس تواليت. وانا كمان لقيتها وانا بجو. اوكي علويه انا جمعت راس تواليت اهي اللي هي الجد علويه، شايفين انا دلوقتي ممكن اعمل كده، انا بقيت الجد ليتس جو. ثانيه في راس تواليت ثانيه خلينا ناخدها. اوكي دي الملكة. اوه انا لقيت اللي هي الحقوا يا علوية، ده الجد اللي هو الراجل، وبعد كده لقيت اللي هي الملكة بقى اللي هي البنت او الست. اوكي اي اوكي اصحابي تعالوا تعالوا. ابو علي هنا بتحول لراس التواليت الكبيرة دي. اوكي علوية بعد ما جينا هنا طبعا التحدي ده يا علوية مختلف عن التحدي اللي احنا كنا منزلينه من يومين. اوكي دي مابا تانية ومختلفة عن التحدي التاني خالص، هتشوفوا دلوقتي كل حاجة عشان ما تحسبوش ان دي نفس المابا، دي حاجة تانية مختلفة عن المابا التانية. اوكي ثانية خلينا نشوف بقى دي. ليتس جو. لقيت كمان راس التواليت اللي هو علوية الشبح ده، شايفين ابو سنان مكسورة. وانا مالي لقيته فين يا ابني؟ لقيته ورا الشجرة. الحقيقة علوية بص البنت دي لابسة لبسة حركات، بصوا كانت كانت بياعة على راس التواليت، خايفة منه علوية والله. بص خوف. تعالى يا لورا. اسمها لورا. لورا تعالى لورا هاكلك. ابو علي هاكلك. اوكي ثانيه كاتبه ايه دي، خايفه على الحقوا يا لهوي كاتبه لهوي. خلينا نضحك عليها طبعا عشان هي خايفه مني. اوكي دلوقتي طبعا بقى علويه بعد ما تحولنا بقى وخوفنا لورا، خلاص نعمل بقى ريسيت عشان نرجع لشخصيه ابو علي. اوكي بعد ما عملنا ريسيت ليتس جو بقيت ابو علي طبيعي. دلوقتي علويه بقى هنعمل ايه؟ عايزين ندور على البقيه. تعالوا يا اصحابي وادي حركات الفرخه. ابو جي يا ابني تعالوا ورايا. انا بتحاول بص ايه؟ انا بتحاول اللي هو المزارع بتاع ماين كرافت. او ماي جاد مزارع ماين كرافت زعبوله، بص بتحول له. لقيته فين ده الزعبوله؟ تعالوا ورايا وراهولك. اوكي اوكي تعالوا يا اصحابي ورايا زعبوله ليتس جو. زعبوله وحركات متحولين لمزارع ماين كرافت. ايوه اتشابع يلا بص تعالى بقى عيفك مكانه. اوكي اوكي انا جاي حالا. حركات ده اللي عارفه مكانه حركات. استنى اوكي ايه ده، هو ده ولا ايه؟ هو ده هو ده. اوكي خلينا ناخده ليتس جو. جبناها ممكن نتحوله دلوقتي. بص علويه بقى شكل المزارع بتاع ماينكرافت، ولازم تبص علينا عشان تعرفوا اماكن طبعا راس التواليت. اوه بص عيني بتعمل ازاي، العين دي معلقه. عين اليمين معلقه يا علويه. اوكي خلينا دلوقتي بقى نرجع شخصيه ابو علي نكتشف الباقيين. الحقوا هنا راس التواليت اللي هو الجيش، مكانه متغير عن المابا التانيه فاكرين؟ ثانيه ثانيه ده ممكن يموتنا، واحنا لو جينا هنا نموت؟ لا ما نموتش، بس ممكن نهرب نهرب. ايوه مخبي واحد اهو، خلينا ناخده. لقيته 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 سرقناه. اوكي وانا كمان معايا جبته. ايوه دلوقتي بقى نلبسه. اوه ماي جاد لبسناه. لورا لورا بص اول ما بتحاول على وين بتخاف على طول. البنت دي اللي هي لابسه لبسه حركه بس بتخاف. اوه ماي جاد بصوا كاتبه ايه، ياما كاتبه ياما طبعا خايفه. اوكي دلوقتي علويه كاتب لي بحبك والله وانا كمان بحبك اهو، بحبكم اوكي كلكم والله. دلوقتي بقى يا علويه ايه، عايزين بقى نعمل ريسيت عشان نرجع لشخصيه ابو علي عشان بيخافوا على علويه. بصوا البنت دي بتخاف. اوكي كاتب الرحمه. هو ايه جد ايه ده، ثانيه حركات الفرخه انت جبت ده منين؟ وانا مالي ابوش بتحول لراس التواليت مش اللي هو مش التلج ده. هو تلجي؟ اوه ده شبح، وديني مكانه حركات تاوي يايا. اوكي خلينا نمشي ورا حركات.
اعتقد من هنا. زعبولة معلي بص انا جبته ده. ثانية انا جاي هنا كده بسرعة. اوكي اهو يا ابني خلينا ناخده. ليتس جو قدرنا نجيبه على الوية. دلوقتي بقى نعمل ايه؟ نجيبه بسرعة. لا مش ده طبعا، هو ده. ليتس جو. بعد ما جبناه ندور بقى. عايزين دلوقتي على التحدي بتاعنا واحنا متحولين كده ان احنا نلاقي راست والدت تاني يكون موجود، وعايزين نعرف مين الزعيم اصلا. يلا ليتس جو ليتس جو. بص كم واحد على كلهم موجودين. حط لايك لاجمل علويه، كله كاتب علويه كده. بص يلا بنزل اعمل لايك لكل العلويه اللي موجوده معانا كمان في الفيديو ده بسرعه. لو دلوقتي بقى هندور. اوكي في النادي، النادي هنا. خلينا ندخل النادي بسرعه. ابو علي ابو علي بقى بسرعه اعمل ريسيت كده. ليتس جو عشان ندخل النادي. دخلنا النادي. يا ترى فين هنا راس التواليت اللي موجود؟ او لقيناه. اوكي النادي على الواقع، عشان انتوا عارفين بقى ان هنا اغاني وحاجات من دي. فراس التواليت اللي لقيناه اللي هو راس الدي جي السماعات. ليتس جو. انا اتحولت لراس التواليت. خلينا نخرج دلوقتي على الواقع بقى، عايزين ندور على اللي بعد. بص شكله اسطوري. يلا يا علويه اللي لقي اللي بقى طبعا راس السماعات ده. كله يلبسه اللي هو رجل السماعات بسرعه، كله يلبسه هيبقى شكلنا اجمد. ايوه كله بص لابس. ليتس جو. دلوقتي بقى عايزين نيجي هنا كده اعمل بقى ريسيت. طبعا ثانيه انا لقيت واحد، لقيت واحد اهو اللي هو هي. ليتس جو. تعالوا 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 كله يجي هنا ورايا. اوكي تعالوا تعالوا تعالوا. ليه ده واحد؟ معلش انا خدته. برافو عليك يا زعبول. ايه ده؟ ده الاثنين. انتوا متخيلين على الويه راس التواليت بس اثنين؟ خلينا نلبسه كده. اوكي هو ده. دلوقتي طبعا هنغير بقى شكلنا عشان بص على الويه شكله مرعب بصراحه. خلينا ندخل هنا، واول حاجه طبعا نعمل ريسيت. ثانيه ادخل بقى معلي. افتح كده. بص البنت لورا دي على الويه مش بتلبس اي راس تواليت، مش بتلبسه. اعتقد ان هي بتخاف جدا، بتخاف من راس التواليت. ثانيه لقينا واحد. اوكي ده اللي هو راس الكاميرا على الويه التواليت. طبعا راس التواليت اللي هو الكاميرا. في واحد هنا كمان. ليتس جو. بص خدته بس ما لبستش اي حاجه. ده الشرطه. اوكي لقينا الشرطه. وانا معلي فين الشرطه؟ هو حركات الفرقه. البسوا معلي الشرطه. او ماي جاد لبسنا دلوقتي راس التواليت اللي هو الشرطه. دلوقتي عايزين نغير بقى راس التواليت ده، نجيب واحد زعيم تاني يكون اقوى. او عايزين نعرف كمان مين الزعيم في وسط دول، لان احنا مش عارفين مين الزعيم. انا معلي انا تقريبا بص بقى عارف الزعيم اللي هو بكاب احمر ده. بكاب احمر ده مش عارف هو مين ده بصراحه. لا مش عارف هو ده ولا لا. احنا هندور وهنعرف مين الزعيم. وكده كده الجدي شلبي يقول لنا. بس ثانيه خلينا نطلع هنا كده عشان نجيب ده كمان. ابو علي بسرعه خلينا نجيبه. الو انا لازم اتحول، لازم اتحول لشخصيه ابو علي عشان اقدر اطلع عشان ابقى خفيف. اوكي اطلع كده ابو علي. شايفين دلوقتي ممكن نطلع. يب اطلع ابو علي. اوكي هاتو. ده زومبي. لا مش زومبي، ده كريبر. انتوا متخيلين ان ده راس التواليت الكريبر اللي موجود في ماينكرافت؟ اوكي وفي نفس الوقت بتحول لعنكبوت. ليتس جو سبايدر علويه. الحقوا مكتوب على الحيطه ايه؟ وانا مالي مكتوب على الحيطه ايه؟ ودي حركات. تعالى بص فين حركات الفرخه. اوكي حركات اهو. بص علويه مكتوب وانتد مطلوب وموجود الصوره بتاعته. على فكره هو ده الزعيم، ده الزعيم اللي كان الجد شلبي متحول له. وانا مالي انت متاكد؟ هو تقريبا حركات وانتد علويه مطلوب. اوكي عايزين ندور عليه، لازم نجيبه حركات الفرخه بسرعه بسرعه علي. ميرسي حركات الفرخه. التحدي ان احنا نجيب الزعيم ده اللي عنده ليزر في عينه، ليزر اصفر. اوكي تعالى حركات. وانا مالي انت وانا مش هنوقف بقى. اوكي هندور كلنا، هندور كلنا. واد الزعبول اللي شفته هو انا معلي اللي هو كان مرسوم على الحيطه. ايوه ندور بقى بسرعه عشان نعرف مكانه فين الراجل ده. ان هو ده الزعيم. اوه ده طيب، ده علوي ده راس التواليت بس طيب، اللي هو الولد، الولد اللي هو شغال طبعا. ده شغال عامل يا علوي. بصوا لابس الكاب اللي هو بتاع العمال، وطبعا شغال عامل في المكان ده. فاحنا هنحاول ندخل هنا طبعا. بصوا شكله لطيف على فكره، يعني مش شرير خالص. هندخل هنا ملعب السله وهنشوف الزعيم ده مين. اوه لقيت راس التواليت اللي متحول لثلاثي، الثلاثي التوأم. اوكي اوكي على بص شكله عامل ازاي. طيب تعالى تعالى زعبولة. مطلوب ده. انا مش عارف احنا بندور، تعالى بس هنشوفه. وانا مالي تاوى يا يا لقيته؟ لا امال اجي وراك ليه يعني يا فرقه. اوكي بسرعه اعمل هنا كده ابو علي بسيط. ليتس جو. دلوقتي بقى نعمل ايه؟ الحقوا في واحد فوق، واحد فوق. تعالوا 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 علويه كله يجي ورايا بسرعه بسرعه. فوق تعالوا علويه فوق 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 فوق. تعالوا تعالوا تعالوا. بصوا ايه ده ما اتكتبتش ليه؟ فوق مش عايزه تتكتب. تعالوا تعالوا تعالوا. خلينا نطلع لفوق عشان في واحد فوق زعيم علويه، بس ما نعرفش هو الزعيم فعلا ولا لا. هنيجي هنا وبعد كده هنا وبعد كده هنا. ليتس جو عشان نطلع لفوق. اوكي ايه ده؟ طب ازاي نطلع ابو علي؟ مش عارف ازاي نطلع فوق. وات انا نزلت تاني مش عارف ازاي نطلع فوق اصلا وهي مقفوله.
ايوه من هنا من هنا انا لقيتها. اهو طلعت فوق، بص عليا لفوق. هلا واد زعبون. لا ابو علي انت طلعت فوق كده. اطلع يا ابني من هنا من الجنب. اوكي حلو، خلينا ناخد بقى ده. يب خدته. دي الزعيمه هنا، دي جدة جراني او جد جراني. ايه ده، جد جراني وجراني اتحول لولد. جدة جراني على، بصوا شبهها والله، شبه جراني. مين منكم ملاحظ ان دي شبه جراني؟ زي اكتب لي في الكومنتات، مش دي شبه جدة جراني؟ اوكي ثانية خلينا اكتب لهم كده، جراني الجدة اللي هي الجدة جراني طبعا. اوكي جدة جراني. اتحولت للجدة جراني زي ما انتم شايفين. خلينا طبعا يا علوية دلوقتي بقى ايه، نيجي هنا طبعا عشان نقدر نطلع لفوق، لانه احنا متحولين كده ما ينفعش نطلع لفوق. بصوا طلعت، اطلع. اوكي مفيش هنا، فهنطلع تاني هنا. اوه استنى استنى استنى، مش عايز اقع. اوكي اطلع بقى لي. يا واد يا حركات بتزقني ليه؟ احشاء يا حركات يا فرخة يا نوب انت. خلينا نطلع هنا كده. يب اطلع اطلع. طلعت طلعت طلعت. اعمل شفت ركب علي عشان نطلع. ليتس جو. وقعت. تعالى زعبوله زعبوله يا نوب، ما تطلعش من هنا. يا حركات يا نوب انت. تعالى واد زعبوله. حركات ده غبي اصلا، رايح يطلع من هنا. احنا اللي طلعنا ونتعبنا من. وات تلحقوه. في هنا كمان راس تواليت في الملعب، خلينا ناخدها. ايه ده؟ ده طيب. ابو علي لقيت المكان. ايوه من هنا على طول الزعبول. انا كنت واثق ان انا الاقي سلم من ورا. ايوه. ايه ده انت طلعت من هنا يا دبات؟ ايوه يا حبيبي طلعنا من هنا. اوكي وبعدين اصلا ايوه اهو اهو كنت لسه اقول لهم طلعت ليه؟ واو لقينا راس التواليت الذهبي. اوكي البس ابو علي. ليتس جو راس التواليت الذهبي. طيب ماشي دلوقتي بقى علوية، عايزين نلاقي الزعيم اللي كان مكتوب على الحيطه وونتد مطلوب. تعالوا تعالوا يا اصحابي، فاكر ان في هنا راس تواليت اهو. يب انزلوا علي خلينا ناخد. اوه ماي جاد مين ده؟ شيكابالا. لقينا راس تواليت شيكابالا. وات ايه ده مين ده؟ اوكي بص علوية. شكله جامد. خلينا ندخل من هنا، ما ينفعش. ليتس جو امشي من هنا كده. يب 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 تعالوا ورايا دلوقتي على الويب. عايزين نحاول نطلع، بس طبعا نتحول ابو علي عشان ممكن نطلع من هنا نلاقي راس تواليت. صعبه ما ينفعش نطلع، معناها ان احنا نطلع من بره. تعالوا تعالوا يا اصحابي. من هنا من هنا. تعالوا ورا زعبوله ورا زعبوله. ابو علي احنا نروح فين دلوقتي؟ الزعيم على الويب، عايزين نلاقي الزعيم. دوروا معايا على الزعيم اللي هو مكتوب وونتد مطلوب دلوقتي. ايه ده حركات داخل فين؟ او ماي جاد ده مكان سري. وانا ابو علي ما تجيش ويايا. بس واضح حركات فرقه، وانت اللي مخترع المكان. هو طبعا انا اللي وريتهولك يا حبيبي. اصلا هو ايه ده؟ هو انا مش عايز ادخل. وات ده مش عايز يدخل. ثانيه ثانيه اصحابي، وادي حركات انت بتدخل ازاي؟ مش هقول يا حركات يا فرخه يا نوب انت. المكان ضيق، مش عارف حركات دخل ازاي. هو عشان مخترع المكان. وات مش عايز ادخل والله ما انا داخل، مش عايز ادخل. اوكي خلينا نيجي من هنا كده. انا لحد دلوقتي ما اعرفش اصلا راس التواليت اللي هو التعبان ده جابوه منين. اوكي مش معايا، بصوا مش معايا، بس هنجيبه هنجيبه. اوكي حركات طلع منين؟ مش عارف طلع من هنا. ايوه بيجي من هنا على، بص بيدخل لهنا وبيجي من هنا. اوكي طيب دلوقتي معناه ثانيه هنا واحد اهو فري. اوكي واو ثانيه، هو ده سانتا او زوجة سانتا. اوكي مش عارف، بس ده اللي كان زعبوله جايبه والله، شبه لبس سانتا علوي تقريبا. اكتب لي اسمه لو تعرفوه. اوكي دلوقتي هنيجي من هنا كده. حركات الفرخه انت لقيت يا ابني اللي هو الزعيم؟ يا ابني ابو جوي. اوكي حركات الفرخه يا نوب انت. خلينا نيجي من هنا كده. تقريبا المكان ده احنا جينا فيه. لا 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 ما جيناش فيه. اوكي الحقوا الحقوا الحقوا، في هنا كاميرا فوق. انا افتكرت في واحده فوق. ما في او في 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 هنا، بصوا في واحد فوق. ازاي نطلع؟ اوكي خلينا نعمل شخصيه ابو علي بسرعه. ابو علي فين ده؟ ابو علي تعال ورايا تعال ورايا، كل يجي ورايا حالا بسرعه. هنيجي من هنا كده على اللوية عشان لا انا مين بس اللي زقاني. خلينا نطلع لف. ايوه طلعت. بعد كده نيجي هنا. ليتس جو. بعد كده على الوقت نيجي هنا. اوكي يا ابو علي يا قرد انت، انت اللي معرفني المكان. ليتس جو لقيته، انا فوق. اطلعوا اطلعوا اصحابي. اوكي جبناه، كله يطلع على الوقت كله يطلع. ليتس جو على الوقت. بص جبنا راس التواليت ده اللي هو متحول، خلينا نجيبه على طول. ياب جبته. ما بعرف ما بتعرفوا شو يا اختاروا راس التواليت اللي احنا جبناه. ود هو ده علوية. على فكره راس الكاميرا ده ليه اكتر من شخصيه. هنا بص الكرافات لونه احمر، هنا الكرافات لونه اسود. اوكي في منه اكتر من شخصيه. خلينا نرجع لشخصيه ابو علي. ليتس جو دلوقتي. بص الاره دي عماله تضحك، كل اللي بتعمله بتضحك. بس ابو علي هو يا ابني قدامك. ايوه انا هقول ايده لايده. طيب يا اصحابي دلوقتي بقى بقالنا كام واحد؟ بقالنا 2 4 5 ولحد دلوقتي ما نعرفش الزعيم هيكون انهي واحد فيهم. اوكي في هنا حمام فوق بس ما فيهوش تقريبا راس تواليت، فاحنا هننط كده على المبنى التاني ونيجي هنا كده.
يا سلام عليك ابو علي، عشان نشوف فعلا يا علوي مفيش اي حاجه. انا باصص هناك ومفيش اي حاجه، معناه ان احنا عايزين نروح المبنى اللي هناك ده كده ونشوف فعلا في فوقيه ولا لا. ناقصنا خمسه يا علوي، بس ما نعرفش مكانهم. اوكي يا علوي بيقول لي ابو علي ضيفني، قلت له نعم. فبص بقى لورا بتقول له ابو علي عنده 200 صديق، ما راح ينفع. اه والله فعلا يا لورا ما ينفعش ان انا اضيف ولا انا عندي 200 صديق كده، هضطر ان انا امسح ناس من الاصدقاء اللي عندي وهيزعلوا طبعا. اوكي عايزين نطلع كده، عايزين نعرف يا علوية فين الخمسه الباقيين. واضح حركات انت وزعبله، اما نشوف مين اللي هيلاقي الخمسه دول. طب وعلي انا راح ادور دلوقتي. وات ايه ده؟ ايه اللي هناك ده؟ مش عارف، تعالوا ورايا. اوكي حاسب يا كابتن، خلينا نيجي هنا كده يا علوية. اوه هو ايه ده؟ وانا ممكن ادوس هنا؟ اه احنا ممكن نشتريها. طيب ثواني، عايزين نطلع لفوق يا علوية عند اللي انا كنت بشاور عليها دي. ايوه عند البنت دي اللي اسمها مريم. مريم انت طالعه هنا ليه؟ انا مش شايف ان في اي حاجه هنا تخليك تطلعي. وات طلعت ليه؟ مش عارف. خلينا ننزل تاني، مفيش اي حاجه هنا. اوكي يا علوية خلينا نيجي من هنا كده من عند الزعيم. ثانيه في واحد تاني، انا نسيت ده او ما شفتوش اصلا. اوكي لقيت زعيمه جيش، اعتقد ان هي دي زعيمه الجيش. هي إيه اللي ممكن تكون الزعيمه؟ مش عارف بصراحه، لان متبقي لي لسه اربعه. او ماي جاد علوي مش عارف. خلينا دلوقتي نتحرك كده. علوية انا جبت واحد وده حركه فرخه، حولت راسي وقلت زعيمه. اوكي اهو حركات. ايه يا ابني؟ طب انا معايا دهون. معاك دهون؟ ازاي معاك ده؟ انا لسه جايبه حالا. وريني كده فرخه. حركات معايا. ثانيه انت ناقص لك كم واحد حركات؟ ناقص لي واحد بس. واحد بس؟ او ماي جاد ازاي واحد بس؟ انا لازم ادور احسن علوية عشان اجيب الباقيين. انا ناقص لي بصوا كام؟ انا ناقص لي اربعه حركات، ناقص لي واحد حركات بسابقني بثلاثه. اوكي خلينا نركز ابو علي، محتاجين تركيز. ثانيه انا ممكن اطلع من هنا، ممكن الاقي حاجه هنا. اطلع كده ابو علي. يب اهو ليت فعلا. اوكي لقيت كمان واحده راست والدت كمان، بس بنت. اوكي ليجندري يا علوية، بصوا ليجندري اسطوره ده. طبعا الليجندري يعني هنا اسطوره، راس التواليت ده اسطوره. اوكي طبعا رير هنا اللي هو بمعنى نادر. اوكي يا علوية ففي طبعا فرق ما بين النادر وفي فرق ما بين الليجندري. احسن واحد طبعا اللي هو الليجندري. ليتس جو، خلينا نجيب اهي البنت براس طويله يا علوية. تعالوا شكلها اسطوري. بص شوف عامله ازاي، تقريبا انت بتبقى متحول لتعبان. اوكي هنا يا علوية ممكن نلاقي والله، بس الاول عايزين نعمل طبعا شكل ابو علي. احنا تقريبا كنا هنا، ياب كنا هنا في المكان ده، جبنا كل اللي هنا. علوية تعالوا بسرعه. اوكي وات اتو. اوكي مين دي؟ خلينا نشوف بسرعه كده. ناقص لي كام؟ ناقص لي اتنين. هي دي علوية تقريبا. الو راحت فين؟ والله مش عارف. لا مش هي دي. اوكي اعتقد ان هي دي، والله مش فاكر علوية انهي واحده، بس انتوا اكيد عارفين. ايوه هي دي، ليتس جو راس العنكبوت. اوكي خلينا دلوقتي نشوف الاثنين اللي باقيين لي. دلوقتي احنا عند ملعب السله. اوكي دلوقتي بسرعه علوية، عايزين نعمل الشخصيه طبعا عشان نبقى اسرع. المشكله ان انت لما بتحول لراس التواليت وتبقى بطيء. معلش تعالى ورايا اوريك واحد. متاكد يا زعبله يا مزعبل؟ اول طبعا امشي بس ورايا كده. اوريك واحد السور، فكان السور بيستخبى بس بطريقه سحريه. ثانيه انا مش عارف اخده. الو ايوه كده خدته. اوكي دي بنت برضو. او ماي جاد علوي انتوا مش ملاحظين ان كل راس التواليت اللي بنلاقيهم دلوقتي بنات؟ ثانيه كده انا معايا كله اهي، البنت اللي انا لسه جايبها. اوكي دي كومن يا علوية، البتاع بتاعها كومن. دلوقتي على فكره احنا ممكن يكون اللي احنا نلاقيه مكتوب عنده بوس ده، مش عارف هو ده الزعيم. متاكدين اللي اسمه طبعا يا علوية فرانكلين. اوكي فرانكلين تواليت. اوكي مش عارف هو ولا لا. طبعا يا علوية فرانكلين ده اللي متبقي لنا، فاحنا مش عارفين مكانه، بس الاول عايزين نتحول لابو علي. يلا كله يجي ورايا بسرعه. انت واد بتنط من هنا واد، انت من على الطريق المكسور ده. مش عارف الطريق المكسور ده علوية ايه فايدته بصراحه، بس المفروض يصلحوه يعني. هنلاقيه يا زعبوله، طول ما احنا بندور كده كلنا مع بعض هنلاقيه اكيد. ايه ده في دبابه؟ انا اول مره اخد بالي من الدبابه دي. زعبوله ابو علي لقيته بجد؟ متاكد الزعبوله؟ ايوه اهو فعلا. خلينا ناخده. انا لقيته بس حركه الفرخه. اوكي خلينا نشوف الزعيم فرانكلين. ليتس جو. مش ده طبعا هو ده فرانكلين. اوكي وجبنا فرانكلين الزعيم بتاع راس التواليت بتاع علوية اللي مخيط وشه عشان هو مجرم طبعا. بص عامل وشه ازاي؟ ده عامل وشه ايه ده بطريقه كده زينه. مش عارف هو مركب زينه ولا عامل ايه في وشه، بس شبه الزومبي. اوكي بسرعه اطلع اقرب علي. جبنا فرانكلين الزعيم. اوكي
كده علويا خلاص جبناهم كلهم كلهم. ليتس جو كده كسبنا كسبنا وجبناهم كلهم علويا اهو. دلوقتي لقينا الزعيم بتاع راس التواليت زي ما انتوا شايفين هو ده. ودلوقتي على الوقت كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك واشتراك في القناه. ولو عايزين تجربوا التحدي ده، التحدي ده غير التحدي اللي لعبناه، دي مابا جديده تقدروا تدوروا فيها على كل راس التواليت وتكتشفوها بنفسكم، وكمان تعرفوا اساميها. كل ما بتدوس على واحد اسمه بيتكتب هنا فوق، اوكي اساميهم بتتكتب فوق زي ما انتوا شايفين، مكتوب جراند باز بايدر وهنا تواليت، اوكي لان هو ده جد اصلا على الوقت. وهنا البتاع بتاعه هنا نادر، اوكي. وكده طبعا هنروح للجد الشلبي وهيحولنا راس التواليت اكيد. بس الفيديو يا علويا نشوفكم الفيديو الجاي. يلا علويا بوي علويا انا لقيته، انزل اكتبه كده في الكومنتات. بس هو ده فرقه تنصب، مش انت اللي لقيته علويا؟ بسرعه ايوه روح بقى جربوا التحدي ده عشان تكتبوا لي في الكومنتات انتوا لقيتوا ايه وما لقيتوش ايه. ولو ما عرفتوش تلاقوهم طبعا شوفوا الفيديو هتلاقوا كل حاجه، لان كل حاجه واضحه في الفيديو. يلا بحبكم، نشوفكم الفيديو الجاي، باي.